السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذا اليوم لدينا الصفحة 79 من كتاب الجيد حول الزوايا منصف زاوية. إذا ننتقل إلى الصفحة 79 والتمرين العاشر، أحدد الجواب الصحيح. إذن هنايا عندنا أربعة ديال الأشكال الهندسية، وعندنا مجموعة من العبارات، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ نصف المستقيم أو إكس منصف للزاوية أ أو بي. إذن الزاوية أ أو بي هي هذه، هنا أو إكس، هل هو منصف هذه الزاوية؟ بطبيعة الحال يعني هو في الحقيقة خصنا نديرو القياسات، ولكن هي كيبان بأنه منصف، يعني كيبان هكا بالعين المجردة أنه، ولكن إلا بغينا نقيسو خصنا يعني خصنا نستعملو مثلا البيركار. إلا بغينا نتأكدو خصنا البيركار ونديرو راسنا بحال اللي كنشؤو المنصف مثلا هكذا، ونشوفو واش غادي يطابق المنصف مع ال، واش غادي ينطابق. إذن تقريبا إذن هو منصف. دونك هنايا أنا درت واحد لابتيت إيرور، دونك فعلا راه منصف ديال الزاوية. إذن أو إكس هو منصف للزاوية أ أو بي. نصف المستقيم أو إيكغيك منصف للزاوية جي أو كا. دونك فعلا تا كذلك هنايا هو منصف. إذن أو إيكغيك كيقسم هاد الزاوية إلى زاويتين متقايستين. نصف المستقيم او في منصف للزاوية جي او اف. دونك هنا فعلا لان هاد الزاوية هادي مستقيم يقياسها 180، اذا هنا غتكون 90 درجة وهنا غتكون 90 درجة، يعني انه منصف. نصف المستقيم او تي منصف للزاوية ان او ام. هنا لا، علاش؟ لان هادي 90 درجة، هادي اقل من 90. هذا النصف مستقيم لا يقسم الزاوية الى زاويتين متقايستين، وبالتالي لا يمكن اعتباره منصف. اذا من هنا غننتقل للتمرين 11، انقل الاشكال ثم انشئ محاور تماثل كل واحد منها، ثم الون منصف كل زاوية في كل شكل. اذا هنا نسبقوا من محاور التماثل. إذن بالنسبة عندنا هنا المربع وعندنا المعين وعندنا المستطيل، فالمستطيل عنده جوج ديال محاور التماثل. دونك هذا هنا يخصنا المنتصف وهنا المنتصف، حنا ما غاديش ننشئوا هذا الشيء هذا، وإلا سيطول بين المقام. هنحاولوا نجتهدوا باش ننشئوا. دونك هذا هو المنص، هذا هو المحور التماثل الأول، وهنا كذلك غادي يكون هذا هو المحور التماثل الثاني. دونك المحور التماثل هو اللي كي يقسم هذا المستطيل الى مستقيم الى نصفين متماثلين. هنا كذلك المعين عنده المعين عنده كذلك جوج ديال المنصفات، جوج ديال المحاور التماثل. اذا هذا محور تماثل وهذا محور تماثل، هي الاقطار نتاع المعين. ثم المربع عنده أربعة ديال المحاور ديال التماثل. دونك علاش؟ لأنه هو أكثر انتظاما، هو عنده بزاف ديال الخصائص، وبالتالي أكثر انتظاما. هو إلا بغيتي تقول الطوب ديال الأشكال الهندسية، من حيث عنده بزاف ديال لي بروبريتي. إذن هادو كلهم محاور تماثل. السؤال الآخر، ثم ألون منصف كل زاوية في كل شكل. إذا منصف كل زاوية. دونك عندنا بالنسبة للمربع، هذا هو المنصف ديال كل زاويتين من هاتين الزاويتين، هذا المحور هذا، وهذا هو المنصف اللي كيقسم الزاويتين. إذا هذا بالنسبة للمربع. بالنسبة للمعين كذلك، هذا هو المنصف، هذا هو المنصف ديال الزاويتين، وهذا المنصف. بالنسبة للمربع، بالنسبة للمستطيل المنصفات غادي تكون مختلفة. إذا عندنا هنا هذا المنصف وعندنا هذا منصف.
وعندنا هذا منصف ديال الزاوية ديال 90 درجة، وعندنا هذا منصف ديال الزاوية التي قياسها 90 درجة. إذن هذه المنصفات نتاع الزوايا ديال المستطيل. هنا عندنا زاوية قائمة غادي نقسمها إلى قسمين. حنا ما خصناش ماشي ضروري نستعملوا الأدوات الهندسية وإلا سيطول بنا المقام. دونك التمرين 12، ألاحظ الشكل وأحدد بدون منقلة قياس الزاوية بي أو سي وقياس سي أو إيكغيك، علما أن أو بي هو منصف الزاوية أ أو سي. إذا هنا غادي نقلبوا على الزاوية أ أو سي، هذه هي الزاوية أ أو سي، إذا أنها الزاوية كتقيس هذه، والسؤال هو خصنا نلقاو الزاوية بي أو سي، إذا بي أو سي، إذا هاد الزاوية شحال كتساوي؟ ثم خصنا نلقاو الزاوية سي أو إيكغيك، سي هادي، هما الزاويتين المطلوبتان. إذا غادي نجاوبو على هاد السؤال. إذا كيفاش غادي نجاوبو على السؤال؟ عندنا إلا لاحظنا هاد الشكل هكا، هاتين الزاويتين شنو كنقولو عليهم؟ زاويتان متتامتان، يعني أن مجموعهما 90 درجة. إلا كانت عندنا هنا 30، هنا غتبقى 60، احنا لقينا هادي. بما أن هذا منصف كيقسم هاد الزاوية إلى زاويتين متقيستان، يعني هنا 60، وإلا كانت هنا 60 عاوتاني هادي 90، إذا هنا غتبقى 30. إذا هذا هو الشيء اللي غادي نكتبو في هاد التمرين 12. إذا نحدد الزاوية بي أو سي. إذا شنو عندنا؟ لدينا أ أو بي و أ أو إكس زاويتان متتامتان، زاويتان متتامتان. إذن أ أو بي شحال غادي تساوي؟ 90 درجة، عفوا، إذن تساوي 90 درجة ناقص 30 درجة، يعني أ أو بي كتساوي 60 درجة. إحنا لقينا الزاوية أ أو بي، إذن دابا هادي 60 درجة. شنو غنقولو أيضا؟ بما أن حسب التمرين أو بي نصف مستقيم منصف أ أو سي، منصف الزاوية أ أو سي هادي، إذا أو بي منصف هاد الزاوية، يعني شنو كيعني هذا؟ أن بي أو سي شنو غادي تساوي؟ غتساوي أ أو بي وغادي تساوي 60 درجة. إذا ها حنا حددنا بي أو سي، بي أو سي كتساوي 60 درجة. إذن غادي نمشيو باش نحددو دابا، نحدد سي أو إيكغيك، سي أو إيكغيك. إذن كيفاش غادي نحددو سي أو إيكغيك؟ عندنا عاوتاني الزاويتان متتامتان، شكون هما؟ لدينا بي أو سي اللي لقيناها دابا، و سي أو إيكغيك زاويتان متتامتان، متتامتان يعني مجموعهما، يعني أن سي أو إيكغيك شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي 90 درجة ناقص بي أو سي اللي كتساوي 60 درجة، يعني أن سي أو إيكغيك كتساوي 30 درجة. إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال. هذا غنمشيو للسؤال الآخر. أنقل الشكل في دفتري وأحدد زاويتين متكاملتين وزاويتين متتامتين. إذن السؤال ب، زاويتين أو زاويتان متكاملتان، زاويتان
متتامتان. إذن غنحددو انطلاقا من الشكل زاويتان متكاملتان، غناخدو أ أو إكس، أ أو إكس و أ أو إكغيك، المجموع ديالهم شحال؟ 180، لأنهم هادي 30 و هادي كتكملها. ثم زاويتان متتامتان أ أو إكس مع بي أو أ، هاتين الزاويتان متتامتان يعني مجموع قياسهما 90 درجة. إذن التمرين 13، ألاحظ وأنقل الشكل في دفتري، ب أكتب اسم زاويتين متكاملتين وقياسهما، أنشئ المستقيم NX العمودي على MK وأحدد زاويتين متتامتين. إذن هنا يا الشكل، هذا الشكل يمكن إنشاؤه على ورقة مستقلة. إذن كيفاش غادي نديرو الإنشاء نتاعو؟ عندنا هنا 3.5 سنتيمتر، هنا 3.5، إذن من هنا لهنا 7 سنتيمتر. إذن غناخدو المسطرة وغادي ننشأو، دونك التمرين 13، غادي ناخدو المسطرة ونشأو 7 ديال السنتيمتر، غادي نقسموها على جوج، دونك 7 وغادي ناخذ المنتصف نتاع 7، 3.5. اذا هنا عندنا ان، هنا عندنا كي، هنا عندنا ام. ثم غادي ناخذ، اذا هذه عندي 3.5، هنا 3.5 سنتيمتر. غادي ناخذ المنقلة وغادي نحدد 27 درجة انطلاقا من هذا المركز. إذا 27 درجة، عندنا 30، هذه 25، إذا غادي نحاولوا نجتهدوا وناخذوا 27 درجة. إذا غادي ننشئ هذا الضلع، حيت هو القياس ديالو خصو يكون 3.5، غادي نجيب المسطرة ونحدد 3.5، 3 سنتيمترات ونصف، انطلاقا من هنا، إذن هادي 3.5، إذن هذا هو مكان نقطة R. عاوتاني عندي 98 درجة، 98 درجة، أولا إلا بغيت ننشئ من هنا 50 55، إذن نقدر ننشئ من هنا 55، وغادي تبقى تما، غادي تبقى لنا غادي تبقى لنا 98، دونك 55. غادي ناخذ المسطرة وغنحدد 3.5، إذا هنايا 55 دوغري، هنا 27 دوغري، وهنا غادي تبقى اوتوماتيكمون 98، دونك صايي هادو متقايز، أضلاعون متقايزة. إذن غادي نجاوبو على السؤال ب، إذن هذا السؤال ألف ديال الإنشاء، السؤال ب، زاويتين متكاملتين، إذن زاويتين متكاملتين، هنا عندنا بي، إذن كاين عندنا مثلا كيو إن آر، زاويتان متكاملتان، كيو إن آر، كيو إن آر. و ار ان ام، ار ان ام هذه مثلا هاد الزاويه مع هاد الزاويه، هي المجموع نتاعهم 180، اذا متكاملتان. هناك زوايا اخرى بطبيعة الحال. اذا السؤال الاخير، انشئ المستقيم ان اكس العمودي على ام كي. إذن هنا غنستعملو الكوس، لتحديد العمودي، إذن العمودي غادي يكون بحال هكا، المار من إيه،
هذا هو المستقيم العمودي، شنو سميتو؟ ان اكس. اذا هنا غنجي لو بوين اكس. دابا السؤال، احدد زاويتين متتامتين. اذا هنايا عندي زاويه قائمه، اذا مادام هنا زاويه قائمه، اذا زاويتان متتامتان، اذا كاين عندنا كي ان ار، كي ان ار و ار ان اكس. ار ان اكس علاش؟ لان المجموع نتاعهم 90. اولا ام ان بي و بي ان اكس. لننتقل الى التمرين 14. انشئ باستعمال المنقلة والمسطرة زاوية اكس و ايغريك قياسها 72 وزاوية اخرى جي اي كا 125، وانشئ باستعمال مسطرة والبركار منصف كل زاوية. اذا اولا غادي ننشئ الزاويتين وغادي نحددو المنصف. اذا هنا كيذكرونا بطريقة انشاء المنصف باش ما ننساوهاش لانها مهمة بطبيعة الحال. اذا اول شيء نحددو الزاوية اكس و ايغريك 72 درجة. هنا زاوية، اذا ناخذ واحد الضلع الزاويه، غادي نحدد الراس ديال الزاويه اللي هو او، غادي نحط هنا اكس، وغادي ناخذ المنقاله ونحدد شحال 72 درجه. 72 درجه، اذا عندنا 70 72. هاد الزاويه هي زاويه حاده. اذا ايغريك شنو خصنا نديرو لها؟ نحددو المنصف. اذا هنا غناخدو البركار، نحدو هنا قوس، نحدو هنا قوس، ثم انطلاقا من داك القوس عاوتاني نحدو جوج اقواس، التقاطع نتاعهم غيعطينا النقطة اللي غيمر منها، اللي غيمر منها المنصف، وغادي ننشئو المنصف نتاع الزاوية الحادة. اذا هذا هو المنصف الذي يقسم الزاوية الى زاويتين متقايسين. اذا التمرين او السؤال الاخر، زاويه قياسها 125 منفرجه. اذا زاويه منفرجه، غادي ننشئ الضلع الاول، الراس ديال الزاويه غيكون عندي هو اي، الزاويه سميتها جي اي كا. اذا نحط هنا جي، ناخذ المنقاله وغنحدد 125 درجه، 125. دونك عندنا هنا 110 20، اذن هذه هي 125 درجة. ثم نربط بين النقطة ونحددو لو بوان كا، ثم ناخذ البركار نحددو فتحة من البركار، نحددو جوج اقواس، القوس الاول القوس الثاني، ثم نحددو عاوتاني التقاطع من جديد. غير هنايا التقاطع مزيان يكون فتح هاد البركار كبيرة شوية، وهنا غنحصلو على هاد الزاوية. إذن هادي تقيس هادي، وهذا منصف ما عطاوناش سميتو، قالو لنا منصف وفقط. إذن هذا كل ما يتعلق بالتمرين 14. تمرين 15، أعيد تتبع الخطوات وأنشئ منصف الزاوية AOB. إذا نفس الشيء، إذا كما درنا دابا، إذا غناخد زاوية AOB، حاول ناخد نفس الزاوية، دونك زاوية حادة، كنرسمو زاوية حادة بحال هكا، هذا الرأس نتاعها، ثم نحددوها الاسم نتاعها، ناخذ البركار نحددو الفتحه ديال البركار شحال ما بغينا، ثم انطلاقا من تلك النقطتين نحددو التقاطع نتاع الفتحات الفتحه ديال البركار. اذا هنا غادي نحصلو على المنصف ديال الزاويه AOP بنفس الطريقه اللي تبعوها هم. إذن هذا هو المنصف، يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين متقايستين. إذن قلنا التمرين الأخير، جو ديكالك
les points et je trace REF et je place le point Y pour que EF et RFE soient complémentaires. إذن جو تراس ار اف او إذن هنا خصني نرسم هاد الزاوية. أنا ما غاديش نديكالكي، إلا بغيتي تديكالكي غتستعمل مثلا الأنسخ وتحاول تاخد هاد النقط. هنا خصنا نرسمو هاد الزاوية. إذن هاد الزاوية رأسوها شحال؟ رأسوها هو واقف. إذن غناخد الزاوية اف هي هادي، دونك غادي نرسم الزاوية اف، الزاوية التي رأسوها اف بطبيعة الحال. ثم جو بلاس إيكغيك، خصني نحدد إيكغيك بحيث أو إف إيكغيك، أو إف إيكغيك، أو إف إيكغيك، إي إر إف أو سوا كومبليمونتير. كومبليمونتير سيتادير المجموع 90 درجة. إذا هنا شنو غادي ندير؟ عندي الزاوية الأولى اللي هي إر إف أو، إر إف أو هي هادي، هادي هي الزاوية. إذن هاد الزاوية هادي خصني نزيد ليها الزاوية أو إف إيكغيك، يعني فين خص إيكغيك تجي؟ خصها تجي لهاد الجهة، بحيث غادي يكونو كومبليمونتير، يعني غتكون المجموع ديالهم متتامتان. إذن هنا شنو غنرسم؟ العمودي، العمودي على هاد، على هاد المستقيم، وغادي نحصل على الزاوية. إذن هنا غادي يجي لو بوان إيكغيك. إذن هاد الزاوية هادي اللي حصلت عليها سيتون، هادي كومبليمونتير، إذن هي هادي. إذن حصلت على جوج ديال الزوايا كومبليمونتير. نمشيو للسؤال الآخر. جو تراس ار اف او، إذن نرسمو الزاوية ار اف او، ار اف او، دونك نرسمو الزاوية بحال قبيلة، دونك نفس الزاوية ار اف او، je place J pour que EFJ EFJ et RFE et RFE soient supplémentaires. إذن هاد المرة هاد الزاوية هادي اللي هي نفس الزاوية ديال قبيلة غادي تكون سيبليمونتير، هي هادي RFE. سيبليمونتير سيتادير المجموع 180. إذن EFJ، او اف جي، اذا جي غادي تجي ليه. دابا هاد المره غنرسمو زاويه مستقيميه ماشي زاويه قائمه. اذا هنا غادي يجي لو بوين جي، وهاد الزاويه هادي اللي حصلنا عليها سوبليمونتير، يعني كتجي الا جمعناهم بجوج كيعطيونا 180. جو تراس اف او ار، نرسمو عاوتاني الزاويه اف او ار، اف او ار، يعني اللي راسها، اللي الراس نتاعها هو او. دونك هادي هي الزاويه اف او ار. اي سابيكتريس او اكس، يعني المنصف نتاعها. هنا غنستعملو البركه كما شفنا قبيله. دونك ناخذ لتحت هاد البركه، جو تراس واحد لو بوين هنا، واحد لو بوين هنا، وانطلاقا من داك لي دو بوين غادي نحددو المنصف لا بيسيكتريس. وهنايا عندي هادي كتقيس هادي. فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس. وهادي اكس، دونك عندنا لو بوين اكس او اكس. إذن فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس كونسيغنون هذا الدرس نتاع لا بيسيكتريس، منصف زاوية من دروس الرياضيات الجيد السنة السادسة ابتدائي.